الجهاز الفني للفريق الاول للكره الطايره بقياده كابتن حسن الحصري استقر انه يلعب ماتشين وديين الاسبوع ده استعدادا لبطوله الدوري اللي هتبدا يوم 6 ديسمبر. الجهاز الفني بيتواصل مع اكتر من فريق علشان يتفق على الماتشين الوديين دول، وغالبا الماتشات دي هتكون مع سموحه وبتروجيت. فريق بيواصل تدريباته القويه بمشاركه جميع اللاعبين، واللاعبين كمان في حالة معنوية مرتفعة جدا من التدريب ومن الإعداد، وده وكمان في حالة برضو معنوية مرتفعة داخل الفريق والجهاز الفني وأسرة الطايرة كلها بعد ضم لعبة طبعا الصفقة الجديدة الشهير بلعبة يعني وعزمي، وكمان اللاعب الروسي اللي بيخضع لفترة اختبار مع الفريق. الجهاز الفني بالمناسبة ما اكتفاش بالصفقات اللي تمت ولسه بيواصل اتصالاته علشان يكون فيه ضم للاعب محترف سوبر في مركز 2، والمركز ده احنا محتاجينه بشكل كبير بالمناسبة، وهيتم الإعلان عن التفاصيل في حالة الوصول لاتفاق خلال الساعات القليلة اللي جاية بإذن الله. الفريق الأول كمان لكرة الطائرة السيدات رجع للتدريبات اللي بيستعد من خلالها لمواجهة اليابلس وديا استعدادا للموسم الجديد. الجهاز الفني للفريق استقر هو كمان، بص بقى الناس كلها بدأت تستقر على فكرة، طب كانوا موقفين الماتشات الودية خالص سواء الرجال أو السيدات، موقفين الماتشات الودية ما هو مش عارف الدوري هيبدأ إمتى. لا خلاص الرجال استقروا على ماتشين وديين احتمال كبير يبقوا مع تروجات وسموحة، والبنات استقروا ان يبقى في مباراه وديه. ليه بدا يبقى في استقرار على الماتشات الوديه؟ لان انت قلت لي الدوري هيبدا امتى، فانا خلاص عارف احدد امشي ازاي الفتره اللي جايه، امشي ارفع الحمل البدني، انزل الحمل البدني، العب ماتشات وديه، ما العبش ماتشات وديه، التمرين بتاعي يبقى شكله ايه. قلت لي ان الدوري هيبدا يوم 6 ديسمبر، فده طبعا وضح الدنيا بشكل كبير جدا للكره الطايره سواء على مستوى السيدات او الرجال. استقروا فريق الطايره سيدات انهم يكون في مواجهه مع هليوبلس يوم الاثنين اللي جاي على صاله نادي هليوبلس، وفي اتجاه كمان ان يكون في مباراه وديه اخيره قبل بدايه الدوري اللي هيكون يوم 6 ديسمبر اللي جاي. الفريق طبعا كان اخذ راحه اول امبارح قبل ما يرجع للتدريبات الجماعيه اللي رفع خلالها الجهاز الفني حاله الطوارئ بعد الاعلان الرسمي عن موعد انطلاق الدوري باذن الله. كل التوفيق ليهم ان شاء الله.